بالنسبه لواحد النقطه اللي تارت انتباهي، وانا ابن مدينه الناظور وابن اقليم الناظور، يعني اندهشت بقرار مجلس بلدي. كنا نعتقد بانه المجلس ينخرط في المشاريع التنمويه للمدينه، ولكن للاسف الشديد انه لاحظنا مشروع ديال المجلس البلدي هذه السنه هو ما يسمى بالحواجز المدحدبه في جميع الازقه وشوارع المدينه، واللي نعتبرها بانه اولا غير يعني قابله للنقاش، غير قابله للنقاش، لان ما فيهاش مواصفات تقنيه محضه بالنسبه لمثل هذه المحتويات. فانا اعتبر انه مدينه الناظور اصبحت حلبه للفروسيه اللي وضعها المجلس البلدي امام عيون الجميع، وكذلك مسؤوليه السلطه ايضا، السلطه المحليه اللي كتلاحظ يوميا في انشاء هذا النوع من الحواجز وهي في صمت رهيب. فاعتقد انه سيؤثر بشكل كبير على حالات السيارات وحالات المواطنين، وخاصة النقل الحضاري اللي كيجو بالشوارع بشكل يومي وبكثافة. ولهذا نلتمس من السيد رئيس المجلس البلدي إعادة النظر، لأنه هذا ليس مشروعا، بل نحن نتمنى نريد مدينتنا أن ترقى إلى ما هو أحسن، يكون حواجز مدحدبة في يعني تكون في في في, في تشترط فيها مجموعة من الشروط التقنية كما يجري العادة في جميع المدن المغربية أو المدن المجاورة، خاصة المليلية أو المدن الأوروبية. ولهذا يجب على المجلس، على الرئيس الذي ربما أيضا يعني يتجول في كافة الشوارع، ولكن أعتقد أنه سيارة الدولة هي سيارة لأصحابها ولم تكلف لهم خسائر، وهذا نداء إعادة النظر وإزالتهم فورا، وللسيد العام الإقليم كذلك دور مهم من أجل عقد اجتماع طارئ مع اللجنة مع رئيس مجلس البلدي واللجنة التقنية ومصالح ديال العمل التقنية من أجل إزالة هذه الحواجز التي لا تفيد شيئا المدينة. وشكرا.